مساء الخير. مساء الفل. ازيك يا حماد؟ حبيبي قلبي. عامل ايه يا برنس؟ حبيبي قلبي يا دودة. كله تمام؟ تمام والله. ايه يا حبيبي الاخبار؟ زي الفل. ايه يا حاج، جهزت لي ترابيزتي؟ جاهزه طبعا من امبارح. قشطة حبيبي. حبيبي خلاص. البروجرام ايه النهارده؟ انت قلت لي هتقول لي بكره. هو في حاجه غريبه كده شويه. غير الكريوكي؟ اه. ايه؟ مسابقه. مسابقه؟ مسابقه ايه؟ مسابقه 2 3 4 5 جروب كله بيطلع يغني واللي بيكسب في الاخر بياخد جايزه من هي بايخة بس يعني قشطة. جاهزة؟ أنا جاهزة. حبيبي نشوف مين هيسد قدامي. حبيبي قلبي. يلا يا برنس أنا قاعدة. اتفضل. بقول لك يا حماد هات لي المشروب بتاعي والنبي. عيوني. حبيبي. اتفضل يا ست الكل. تسلم ايدك حبيبي. حبيبي تاني. حبيبي. مساء الخير. سوري في محل او مفروض محجوز؟ اكيد فيها. ثانيه واحده بس، خمس ثواني بس هظبط لك الحاجه. لازم ما تطول كتير. أيوة. انا ما بحب انطر. عيوني. تفضل يا فندم. ثانك يو. تشربي حضرتك؟ مشروب سبيشال تبع المحل. عيوني. تحب نجربه؟ اكيد. الاسم شانتال. انا لسه شانتال. في مسابقه احنا عاملينها هنا في المطعم، لو حابه تشاركي معانا يعني. ايه ما في مشكله. انا قالوا لي انه في كاراوكي بس ما كنت عارفه انه هو حاجه زيه كده بس مسابقه يعني بقى بين كل الناس، اللي حابب يطلع يغني ويتنافس مع الباقي اوكي، والكسبان هياخد جايزه. نايس. معانا؟ اكيد طبعا. ثانيه واحده اجيب لحضرتك بس ايه الورقه والقلم. اوكي. تكتبي بس الاغنيتين. اتفضلي. ثانك يو. ثانك. ايوه. اتفضلي حضرتك. ميرسي ميرسي. هيدول اللي هلا هذا بدنا نشوف اذا في نصيب او. حاضر. مساء الخير على كل الحضور. النهاردة في مسابقة من نوع خاص لأول مرة في مطعمنا، مسابقة كاريوكي بس مسابقة من نوع تاني. الفائز ليه جايزة من البرنامج. وبما أن الأستاذة شانتال أول مرة تشرفنا فإحنا حابين أن هي تشارك معنا بأول أغنية. تفضلي. حاضر. ثانية واحدة. ثانية واحدة. ساعات 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 أحب عمري وأعشق الحاجات، وساعات ساعات 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 أحب عمري عشق الحاجات، أحب كل الناس وأدي إحساس، أحب كل الناس وأدي إحساس، وأحس جوايا بميت نغم، ميت نغم يملي السكات. ساعات ساعات وساعات ساعات 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 أحب عمري وعشق الحاجات، أحس قد إيه وحيدة وقد إيه الكلمة في لساني مش جديدة، وقد إيه مانيش سعيدة مانيش سعيدة، والنجوم النجوم بعيدة وتقيلة خطوة الزمن،
ساعات وساعات ساعات 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 أحب عمري وأشيل حاجات. أحسنت يا فندم أحسنتي. ومعانا النهاردة نجمة الموسم وكل موسم الفنانة دودو. حبيبي طبعا هغني بقى أغنية التمام. مساء الخير عليكم يا جماعة. طبعا انتوا عارفيني هنا طبعا كلكم. أول مرة أقابل أنسة شانتال، منورة حضرتك في المكان. هغني لكم الأغنية اللي انتوا بتحبوها طبعا. كلك معايا أجمل حكاية في العمر كله، سنين بحلها مفاد جمالها على حب قبله، سنين ومرت زي الثواني في حبك انت. وان كنت اقدر احب تاني هحبك انت كل العواطف الحلوة بينا كانت معانا معانا حتى في خصامنا. وازاي طول انساك وتحول، وازاي طول انساك وتحمل، وانا حبي لك اكتر من الاول اكتر من الاول. واحب تاني ليه واعمل في حبك ايه؟ واحب تاني ليه واعمل في حبك ايه؟ ده مستحيل قلبي مين، ده مستحيل قلبي قلبي مين. ويحب يوم غيرك ابدا ابدا اهو ده اللي مش ممكن ابدا. سي شكرا. بقول لك يا حماد، أموري. اطلب منك طلب. ممكن نغني من غير مزيكا؟ من غير مزيكا ازاي؟ عادي يعني نغنيها كده عادي، ولو حد كلمك قول له دينا هي. انت عارفه مش هينفع يا عم. عادي بقى مشيها وخلاص مشيها. وممكن يعني اختار حد معايا منافس. اوكي ممكن يعني سهى شانتال لو توافقي يعني تغني معايا ننافس بعض. طبعا اكيد ما في مشكله. بدايه عند حضرتك اتفضلي. حبيبي يا عيني يا عيني يا ليلي يا مسهر عيني بنهاري وليلي. حبيبي يا عيني يا عيني يا ليلي يا مسهر عيني بنهاري وليلي. والله اشتقنا اشتقنا لعيونك يا مفارقنا وحياة عيونك. والله اشتقنا اشتقنا لعيونك يا مفارقنا وحياة عيونك. بوجودك يا ابو سمرة تحلى السهر بالليل والحلو بيطول عمره. غني عيني يا ليل. بوجودك يا ابو سمرة تحلى السهر بالليل والحلو بيطول عمره. غني عيني يا ليل. انده يا حياة الروح المغنى حياة الروح يشفي قلب المجروح. المغنى حياة الروح يشفي قلب المجروح. يلا 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 يا بنت السلطان حني على الغلبان. المية في ايديك يا حلوة وحبيبك عطشان. يلا يا بنت يلا السلطان يلا, يلا
وسعيدة يا حلوة السعيدة يلي بلادك بعيدة أموري وأنا جيلك ماشي لمصر الجديدة سعيدة يا حلوة السعيدة يلي بلادك بعيدة أموري وأنا جيلك معلش سوري مش قلة ذوق تطلعي فوقي عم نغني اوكي بس مش ضروري انه تقطشينا يعني كل ما بدي اجي اغني بصي عيب اللي انت بتعمليه ده انت جاي على طريقتي وتشتميني لا عيب عليكي انت على فكره دي قله احترام اللي انت بتعمليه ده انت يا فندم على فكره انت قله الادب يا فندم على فكره يا فندم معلش بجد اوعي كنت قد الحركه دي يا فندم يا فندم ما ينفعش كده طب اطلعوا بره لو سمحتوا اطلعوا بره اطلعوا بره بالنسبة لإيفال شانتال ودينا اليوم أنا رح أطرق بس لموضوع الصوت ما رح أحكي عن مشهد شانتال أنا شايفتها عم تتحسن كل أسبوع عن أسبوع وعم تاخد بعين الاعتبار كل الملاحظات اللي عم ينعطوها صوتها فاتح أكتر وقت اللي عم تعطي باور في تجويف أكتر للصوت في محلات عم يلمع الصوت كتير حلو ولكن لازم تنتبه على وضعية الجسم يلي كتير عم نشتغلها بصفوف تحتى هيدا الشيء لبي لصوتها وما نخلينا نحس إنه هي وقت اللي عم تاخد نفس عم بيكون كتير مسكر ومزروك النفس من ورا انه ما عم تكون قاعدة منيح او مجالسة منيح افليتا كمان احسن اكيد بعدهم شوية شغل بس بالاجمال كل الملاحظات اللي عم ينعطوها عم تشتغل عليهم بالنسبة لدينا غنت كتير حلو ولكن انا بالنسبة لي نفسها عم بيتعب يعني ما عم تشتغل على نفسها قد ما لازم وهيدا الشيء عم بتعب لصوتها لانا اليوم بالنسبة لي صوتها منه كل الوقت نقي منه كل الوقت بيور وعم بيرن في محلات في شوية بحة وفي اشياء مش نقية سو بدي من دينا تبلش تنتبه على النفس اكتر وقت تكون عم بتغني لانه هي بالصف عم تنتبه لهم وتقدر هيدا الشيء التنسيق بين النفس والصوت تطبقه مزبوط وما تستعمل صوتها اكتر من اللزوم تقدر تحافظ عليه وتروح شوي هيدي البحة الموجودة اجمالا كان حلو شانتال اكيد فتحت تمها تحسنت ورنت صوتها تحسنت بس في بعض الأوقات بالنوتات العالية عم بتصرخ ما عم بتغني هاي بأول غنية بتاني غنية تحسنت بتاني غنية غنت حسيت إحساس الوصل لي لأنه بس التلميذ يصرخ ما بعود يوصلنا الإحساس هاي من جهة شانتال من جهة دينا هلأ دينا في عنا مشكلة دايما عطول بتستعمل طبقة كتير واطية تتغني تتحافظ على صوت الصدر ما هي كمان عندها صوت الراس بجنن كتير مدى صوتها كبير بعد ما عم أكبر برهان إن بتاني غنية لما كانت عم تغني شانتال اجت عم بتنافسها دينا أخذت أوطى تضل محافظة على القوة لأنه دينا بعد عندها بسيبسيشيك شيزيل بعد عندها أنه القوة هو الصوت لا بعد في عندها صوت تاني صوت تاني مهم كتير ولما بيكمل بتبدع دينا بس بعدنا على هستاد بدنا نشتغل تا نتقدم أنا رح أحكي عن الموضوع وهيك من دون ما كتير كتير سيرون يعني لأن أنا بحبهم كتير عطول بسيرون أنا بالنسبة لإلي الموضوع اللي اخترعوا كليشي يعني ما في شيء إنه كاراوكي وما كاراوكي وكذا ومنافسة يعني عملوها منافسة مثل ما طلبتها تماما ما فكروا بخيالهم أوكي مش الحال بالنسبة لتنيناتهم أنا بعدني بقول عطول إنه دينا بنت عندها حضور كبير وعم تتطور وهالثقة بالنفس هي مرتاحة وبتريح اللي عم بشوفها هيدا الشيء شوي بعد ناقصه لشانتال يعني شانتال هي عم بتغني مثلا ساعات ساعات من أكتر الأغاني يلي إذا واحد بفكر فيها مزبوط بتدمر لأنه بتحكي عن أساوت هالحياة وكيف واحد بيكون وحيد وكيف واحد بيكون حزين ويعني أوقات هيك أوقات هيك يعني بتحكي عن هي الغنية بتحكي عن العالي والواطي عند الإنسان الحزن والفرح التناقضات أنا ما شفت فيه بوجه الجنس التناقضات ولا وصلت لي هالإحساس يمكن بالصوت أنتوا حسينا أنه قوي أو شيء بس أنا عم حس أنه القوي قوي والضعيف والواطي واطي يعني ما عندها كان ليونة معنى الغنية وهيدا بفتكر لأن عمرها بعده صغير ولأنه بدها خبرة بدها نضوج أكتر بس أكيد أنه اثنيناتهم أنا شفتهم متطورين يعني بمطرح من المطارح متطورين بالحضور وبالغنى وبكل شيء عم بقدموه
أنا كمان رح أحكي عن المشهد بغض النظر عن الفكرة إذا كانت كليشيه أو مش كليشيه، يعني فكرة شايفينا. أنا بهمني أوقات الفكرة بتكون عادية ولكن تنفيذ الفكرة بيكون حلو. أنا هون بس قبل ما أحكي عن شانتال وعن دينا بدي حيي شوي هالجهد اللي عمله اليوم محمد سعد، هو جهد لذيذ لأنه يمكن أكتر واحد حسسني أنه في ناس بهالقهوة وأنه عم بيروح وعم بيرد على التليفون وبعده عم بيخدم وبعده عم بيعمل شيء، بينما لسوء الحظ ولا دينا ولا شانتال حسسوني أنه في ناس بالقهوة. يمكن دينا حسستني شوي أكتر وقت حكيت مع الجمهور أنه لأنه هي عادة بتجي على هالقهوة. أنا لقلي هيدا التنفيذ كان بيحمل أنه يكون في أكتر ناس، يعني يمكن كانوا بيقدروا يستعينوا بأكتر من رفقاتهم يخلقوا جو القهوة، وفينا فيهم ما يعملوا هيدا الشيء، ولكن وين بيفضحوا حالهم؟ لما بتجي بتقله من بعد ما غنوا أول مرة وتاني مرة بتجي بتقله فيني غني هالمرة بلا موسيقى؟ ما أساساً ما كان في موسيقى، لشو هالسؤال؟ ما زال أول مرة ما كان في موسيقى وكنت عم بتغني بلا موسيقى، وفيني استعين بشخص بالمنموزيل حدا يغني معي؟ ما شفنا غير حدا عم بغني، يعني ما في غيره، ما فرجونا غيره. فكان ممكن بلا هالأسئلة، من أول مرة غنت شانتال، تاني مرة غنت دينا، ووحدة منهم يلي هو على الأرجح دينا كان المفروض، لأنه هي بتعرف هالقهوة بتعرف الناس، مثل ما حكيت معهم أول مرة قلت لهم أنا رح كمل بالغنى ويلي بتحب تطلع معي تشاركني بالغنى أهلا وسهلا بدنا نكمل، ويصير الديويل ويصير الشجار يلي أنا حبيته. يعني كيف صار هيدا آخر الشيء، كيف عيطوا على بعضهم وشبقتها بالمي وشدوا شعراتهم وكيف ظهرهم محمد، أنا لقلي هيدا أفضل، يعني أفضل شيء صار بكل المشهد تمثيليا، وحبيت الديويل الغنائي. كان ممكن نوصلوا للديويل الغنائي من دون هالأسئلة اللي نسألوا يلي هن حسيتهم هيك شوي سخيفة. عامة جيد من دون ما يكون فظيع، ما فاجئوني بشي. أنا بس إذا بدي أحكي عشان تال بدي أقول إنه بنت عم تتطور عم تتعلم وعم تبين برايم عن برايم، أنا شخصيا عم بشوفها حضورها عم بيتحسن. وإذا بدي أحكي عن دينا بدي أقول إنه دينا كمان حضورها جميل، وعامة هالبنتين هولي يعني جيدين جدا، ولهلا ما عم نشوف منهم شيء كسل. يعني هذا كمان عنصر اساسي انه ولا وحده عم نلمس عندها كسل او تراجع، او لا، اثنيناتهم عم بجربوا يشدوا تا يوصلوا، وهيدي الشغله ايجابيه. بالنسبه للاصوات انا بشوف شانتال ناقصها بعد نضوج بالاداء، يعني بتغني الاغاني كانه بتغنيهم كلهم مثل بعضهم، يعني بتغني ساعات ساعات مثل ما بتغني غير نوع، وانا بحس في شعرة بين قوة الصوت والصريخ، يعني وقتها بتعلي صوتها هي فكرة عم تعمل نيانس، يعني عم بتغير بالقوة تبع الصوت. بس انا وقت كمان مطرح انه طارح بحس انه مش عارفة اذا هيدا صريخ او عم تقوي صوتها. اللفظ تبع شانتال بالمغنى شوي ضعيف، ناقصه هيك ترتيب وحرفية أكتر، يعني بده الضبضب بده ترتيب، بده تعرف أي عربة تستعمل بكل غنية، أي قفلة وين تمد الكلمة وين لا، تمشان تعطيها الجو المتكامل تبعها. دينا عندها أحساس، عندها هيدا الشعور إنه بتحسسنا باختلاف الأنواع الغنائية اللي عم بتغنيها، ولكن أنا بعد عندي مشكلة شوي بالتعب اللي دايما منشوفه بصوتها، يعني دايما في مثل كأنه صوتها تعبان مرهق، مع انه هي عم تنتبه يعني نسبيا وعم بتحاول قد ما فيها تتحسن، ان شاء الله شوي شوي اكتر تعرف تسيطر على التعب يلي بصوتها، وكمان تعرف تختار، يعني لو الطبقة ما ناسبتها تعرف تستعمل طريقة معينة تبين انه هي مرتاحة بالطبقة من دون ما يقشط صوتها.